اول ما فتحت كواي شوفوا ايش سمعت. امانه حجم غير اليمنيين. احدى قبائل اليمن في صنعاء توقع على وثيقه قبليه. نص وثيقه القبيله مشترطه على التالي: 1 يمنع منعا باتا اعطاء اي مراه تلفون لمس، ومن تثبت ان مع زوجته او امه او اخته تلفون لمس فعليه غرامه ماليه 200,000 ريال يمني. 2 يمنع منعا باتا تبرج النساء في الاعراس والمناسبات، مع منع استخدام محاليل التجميل بكافه انواعها للعازبات. 3 يمنع منعا باتا قيام اي مراه بتوقيف سياره الاجره بدون محرم. 4 يمنع منعا باتا السماح لاي امراه التوظف مع المنظمات الاغاثيه، ومن تثبت عليه ما تم التحذير منه يدفع غرامه ماليه وينفى من القبيله.